السلام عليكم. أصدر ديوان المحاسبة قرارا يقضي بتجميد الحسابات المصرفية ل25 شركة و42 شخصية. وحظر ديوان المحاسبة في بيان له على الفئات المعنية بالقرار فتح أو تنفيذ أي اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية إلا بموافقة من الديوان. وأضاف البيان أن قرار تجميد الحسابات المصرفية جاء بسبب وجود عمليات مصرفية مشبوهة تتعلق بالتلاعب في الاعتمادات. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس مدير المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة أحمد الدايخ. عبر الهاتف من طرابلس نائب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام سعد بن شرادة. وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس منظمة وطن للشفافية والإصلاح الإداري المبروك شنيب. أهلا بكم جميعا، وأبدأ نقاش مع السيد الدايخ. سيد الدايخ، ما خلفيات قرار ديوان المحاسبة القاضي بتجميد الحسابات المصرفية ل25 شركة و42 شخصية؟ نعم سيد الدايخ. طيب إذا أذهب إلى سيد بوشرادة، كيف تراقب لجنة المالية بالمؤتمر الوطني قرار ديوان المحاسبة؟ أولا السلام عليكم. طبعا بما يخص قرار ديوان المحاسبة، هو طبعا هذا شغل أصيل لديوان المحاسبة حسب قانون 20 للديوان، اللي هي سلطة يعني رقابية وخاصة على حركة المال. بالنسبة للديوان له فترة من بداية يعني من بداية هذه السنة، وخاصة بعد قانون رقم 8 اللي هو بخصوص الرقم الوطني، وكانت عدة له عدة مراجعات وعدة لجان بهذا الخصوص. واتضح في تقريره النهائي أن هناك بعض الأموال وخاصة يعني تم يعني خاصة بعد كما تعلمون أن الدولة الليبية الآن في أزمة يعني اقتصادية، وخاصة بخصوص العملة الأجنبية لتدني الصادرات النفط الليبي، تم تشديد على هذه حركة المال وحركة الاعتمادات. فوجد عدة يعني عدة يعني للأسف أن اختلاسات يعني من بعض الشركات اللي تحاول أنها بتجيب سواء كان في السلع أو كان في أي أصناف من احتياجات المواطن الليبي. وهذا يعني نشد على أيديهم في هذه القرارات. طيب الصعيدة الحقيقية، طيب حتى نستوضح أكثر، نعود إلى السيد الدايخ، ما خلفيات يعني قرار ديوان المحاسبة القاضي بتجميد الحسابات المصرفية ل25 شركة و42 شخصية سيد الدايخ؟ أولا مساء الخير لك ولجميع مشاهديك، أجمل منى وأرق التحيات. دعني أولا أغتنم هذه الفرصة في الخروج على منبركم الحر الإعلامي لأقول أن أساس عمل ديوان المحاسبة هو أساس قانوني قائم على المراجعة والفحص وضبط المخالفات المالية، لا يدخل بأي شكل من الأشكال في التنافس السياسي. هذا أولا في جميع القضايا التي تناولها، في قضايا السفارات، في قضايا الرقم الوطني والمرتبات، في قضايا الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية. لاحظ ديوان المحاسبة الليبي في خلال سنة 2014 وأيضا سنة 2013 عدم وجود إدارة أو تقصير من الإدارة الرقابية على المصارف في عملها، إذ بذلك هي لا تقوم بعملها على أكمل وجه في متابعة التحويلات الخارجية،
تابع التحويلات الخارجية من المصارف التجارية التي تخرج على شكل ماذا؟ على شكل اعتمادات مستندية وعلى شكل حوالات خارجية. أيضا لم يتم إعداد تقارير من قبل إدارة الرقابة على العمليات المصرفية، لم يتم إعداد تقارير على الشركات والأفراد الذين قاموا بتحويل النقد الأجنبي، وكذلك عدم بيان السلع والخدمات التي تم توريدها. فلاحظ ديوان المحاسبة يعني كمية أو عدد كبير أو رقم كبير جدا مبالغ فيه تم تحويله في سنة 2014 اللي هو حوالي 26 مليار دينار، وفي سنة 2013 و2014 مجتمعة هو 123 أو 124 مليار دينار. بذلك أخذ ديوان المحاسبة على عاتقه سد هذا النقص وسد هذا العجز القائم في إدارة الرقابة على المصارف التجارية بالذات، وشكل قرار أو شكل لجنة بموجب قرار سيد رئيس ديوان المحاسبة، قرار رقم 198 لسنة 2015، يشكل لجنة وظيفتها فحص ومراجعة الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية. نعم. طيب أذهب إلى سيد شنيب. سيد شنيب، في أي زاوية يمكن أن ندرج يعني هكذا قرار لديوان المحاسبة؟ سيد شنيب إذا كنت جاهزا معنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر القناة على ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مثل هذه المواضيع التي تهم المال العام والمواطن. الزاوية التي ننظر إليها القرار الصادر يبين من جهة جدية وقيام الديوان المحاسبة بأداء مهام عملي وفق القانون الصادر له، هذا من ناحية، ويؤكد أيضا التقارير الصادرة منه فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية في تقرير الصادر سنة 2014، وأيضا في ملاحظاته في تقريره الصادر سنة 2013. هو يتحدث عن كميات ضخمة بالمليارات من العملة الأجنبية يتم تحويلها، وطالب الجهات التي أحيل إليها وقدم إليها هذا التقرير وهو المؤتمر الوطني أن يتم اتخاذ إجراءات، أي منذ سنة 2013 و2014. التقرير الديوان قدم من رئيسه في شهر أبريل 2014، والآن نحن في بداية شهر 8 صدر القرار المذكور. نعم. طيب سيد بن شرادة، يعني هل تسعى لجنة المالية إلى بحث حلول لهذه التجاوزات من خلال الجانب التشريعي؟ هو ريت لا شك، هو الآن فيه كما أسف المتحدث الأخير بخصوص تقديم تقرير ديوان المحاسبة، هو عادة تقرير ديوان المحاسبة يسلم في آخر في آخر السنة للجهة التشريعية. فهنا يعني الجهة التشريعية يعني كمتابعتها تعتبر متابعة كلاحقة، ولكن ما حدث الآن من ديوان المحاسبة هو هذا صحيح، هو هي يسمون فيها الرقابة يعني أو المتابعة المصاحبة. يعني الآن ما حدث من قرار مصدر من ديوان المحاسبة، هذه الإجراءات هي الصحيحة، هي الإجراءات اللي تعتبر هي إجراءات المحاسبة المصاحبة، ولكن ينتج عن تقرير في نهاية السنة. هذين بعض إذا كان في الثلاثات في نائب عام يتحول نائب عام، ولكن الإجراءات اللي صار اليوم يعني هذه اليومين من قبل ديوان المحاسبة هي إجراءات يعني ممتازة، هي إجراءات يعني مصاحبة، وهذا يكون وهكذا يكون الشغل ديوان المحاسبة يعني. نعم. طيب سيدة دايخ، حتى نبسط النقاش أكثر للمشاهد، ماذا يعني تجميد الحسابات المصرفية؟ وتجميد الحسابات المصرفية قائم على مراسلة هذه المصارف وتجميد كل هذه الحسابات والحجز على كل الأموال الموجودة في هذه الحسابات وكل الأرصدة الموجودة في هذه الحسابات. دعني أنوه على القضية التي ذكرها الأخ عضو المؤتمر الوطني اللي هي قضية الرقابة المالية المصاحبة. فعلا استحدث ديوان المحاسبة الليبي قراره بإنشاء أو بعمل لجنة للرقابة المالية المصاحبة التي تراجع كل المستخلصات والعقود التي أبرمت مع كامل وزارات الدولة
بذلك الرقابة المالية سابقا كانت رقابة مالية لاحقة في ديوان المحاسبة الليبي، أما الآن أصبحت رقابة مالية مصاحبة تشرف أيضا على أو تنظر في مراحل إتمام المشروعات ومن صحة هذا التعاقد من عدمه. قضية تجميد الأرصدة أو الحسابات المصرفية، جمدت حوالي 25 حسابات 25 شركة وجهة اعتبارية، وجمدت أيضا حسابات حوالي 42 شخصية طبيعية. هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات قامت بعمل اعتمادات وبالتلاعب في هذه الاعتمادات، يا إما بالتزوير، يا أما بعدم جلب بضاعة من الأساس، أو بشكل آخر اللي هو جلب بضاعة محدودة وليس وفق الاعتماد أو وفق ما ذكر في التعاقد بأنه سيحضر مثلا وفق تغطية مالية قدرها مثلا مليون يورو، فيحضر مثلا بضاعة قدرها 2000 يورو فقط ويسدد عليها الإقرار أو التخليصات الجمركية الخاصة بها، وتذهب باقي الأموال طبعا يا أما في خارج البلاد أو يرجعها لبيعها في السوق السوداء، تكون هذه الأموال يا أما باليورو يا أما بالدولار. فعندما لاحظ الديوان من خلال اللجنة التي شكلها لجنة مراجعة وفحص الاعتمادات المستندية طلب كشوفات حساب لهذه الشركات، طلب من مصلحة الجمارك إقرارات جمركية بالخلاصات، هل خلصوا أم لم يخلصوا، طلب منا كمية البضاعة، طلب منا أيضا أن بالتنسيق مع النيابة الحضور إلى إحدى بواخر الشحن التي قدمت، أعتقد من يومين قدمت من بورسعيد، فقام بالنظر في البضاعة. نعم. طيب. سنأتي إلى هذه الجزئية سيد الدائر. سنأتي إليها لاحقا. سيد بن شرادة، ما نوع الدعم الذي يمكن أن تقوم به لجنة المالية في المؤتمر لتعزيز جهود ديوان المحاسبة على مستوى يعني تخليق المعاملات التجارية والمالية؟ هو لا شك بالنسبه للدعم كمؤتمر الوطني العام، هو اولا يعني اخضاع جميع الجهات، سواء كان الوزارات اللي تابع الوزارات او الحكومه التنفيذيه او يعني الحث النائب العام او الجهات القانونيه بالاسراع في هذا في جلب هذه يعني تنفيذ هذه تنفيذ القرار الصادر من ديوان المحاسبه، ايضا خضاع للوزارات والهيئات للمراقبه المصاحبه. والمؤتمر الوطني العام واللجنه المتمثله في اللجنه الماليه هي تحث ديوان المحاسبه، ونحن يعني كانت عده اجتماعات بهذا الخصوص من ديوان المحاسبه، وكان متعاون جدا بخصوص مراقبته وبخصوص، ونحن كجهه تشريعيه نشد على ايديهم ونحث جميع المؤسسات والهيئات والجهات القانونيه بالنظر في هذه القرارات الصادره عن هذا الجسم اللي هو ديوان المحاسبه. نعم. طيب سيد شنيب، هل هناك تجاوزات رصدتها منظمتكم بخصوص المعاملات الماليه؟ نعم، حقيقة الأمر تقارير الديوان وهيئة الرقابة واضحة من خلال تقاريرها السنوية. أما فيما يتعلق بالنشاط منظمتنا فإن كما تعلم لم يقر هناك قانون يعطي منظمات المجتمع المدني والمواطن حق المعلومة، وقد طلبنا به في مشروع الدستور، وتضمنه مشروع الدستور الذي يبيح للمواطن حق الاطلاع، ومنه منظمات العاملة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وبالتالي الحصول على المعلومة سيكون صعبا إلا من خلال ما نشاهده وما نسمعه من الغير. قد تكون لدى بعض المنظمات ملفات فيما يتعلق بالفساد المالي أو الإداري، هناك ملفات كثيرة بالتأكيد، فالفساد المالي بلغ ذروته كما نعلم. طيب بن شرادة، ما نوع الدعم؟ يعني هل هناك يعني جهود أخرى تبذل من خلال يعني لجنة المالية في المؤتمر لتعزيز هذه الجهود، جهود ديوان المحاسبة يعني على الصعيد الواقعي؟ هو يعني زي ما أسلفت، هو الدعم لجنة المؤتمر هو التقيد بالقرارات الصادرة عن
عن الديوان المحاسبة. يعني يعني الحث الآن الجهات المصرفية وخصوصا بالأسماء اللي صدرت لابد من التحقق عرضت أو مراجعة هذه الشركات من قبل المصارف اللي كانت تطلب لها الاعتماد أو الأشخاص أو أشخاص اعتباريين، فلا بد المواطن العام يحث الجهات هذه للتقيد بما صدر عن الديوان. يعني طيب إذا هناك تنسيق فيما بينكم وبين الديوان في كل يعني حاصل؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد هذا يكون يعني نفس الاتجاه، يعني بالحث جميع الجهات للتقيد بما صدر عن الديوان. يعني طيب سيد الدائخ، إذن نعود إلى جزئية قيام عدد من الشركات بأخذ اعتمادات مستردية وعدم قيامها باستيراد أي بضاعة. كنت تحدثت عن يعني زيارة لربما ميدانية إلى يعني هذه الحوالات وهذه الأماكن التي يتم من خلالها. نعم أخي الكريم، زي ما أسلفت لحضرتك ممكن لو اطلعت على القرار رقم 314 اللي هو الحجز على أو تجميد الحسابات المصرفية من الشركات من رقم 1 إلى رقم 11 اللي هي درة المحيط، شركة درة المحيط. هذه الشركات لم تقم بجلب أي بضاعة، أخذت اعتمادات مستندية، حولت أموال للخارج ولم تقم بجلب أي بضاعة. في غيرها يعني من الشركات قامت بجلب بشكل جزئي بضاعات بشكل جزئي. أضرب لك مثال، فبالمثال يتضح المقال. شركة على سبيل المثال شركة شاطئ الرمال أخذت اعتماد مستندي بقيمة 671,438 دولار، وقامت بإحضار بضاعة بمقدار 2,000 دولار فقط، وباقي الأموال يعني ذهبت. ايضا ممكن شركه الرمز الطبي وتقوم عليها يعني اثنان من الاخوات، هي المفوض يعني مجلس الاداره اثنان من الاخوات للاسف الشديد، قامت هذه الشركه الرمز الطبي من المفترض ان تجلب معدات طبيه مستلزمات طبيه، اخذت اعتماد مستندي بقيمه 295,560 واحضرت عبوات صابون فارغة. عندما فتحنا الحاويات وجدنا فيها عبوات صابون فارغة ولم نجد أي مستلزمات طبية لا بقيمة جزئية ولا بقيمة طيب كلية. إذا ماذا عن كل هذه سيد الدائخ، ماذا عن الشخصيات المتورطة؟ هل منهم موظفون، شخصيات عمومية، أشخاص عاديون؟ نعم، لا، الأشخاص الطبيعيين هم يا أما يكونوا رؤساء مجلس إدارة أو مفوضين أو أعضاء في مجلس الإدارة لهذه الشركات. نحن جلبنا هذه الأسماء، من هذه الشركات، من ملفات هذه الشركات، من ملفات العضوية ومن ملفات مجالس الإدارة والتفويض في هذه الشركات، فأحضرت هذه الأسماء من خلال هذه 25 شركة. يعني هذه الأسماء ليسوا مثلا من المصرف أو من الجهات الأخرى، من مصلحة الجمارك ولا من غيرها، فهذا يعني تحقيق آخر وشأن آخر في التحقيق. ولكن نعم، هذه الأسماء نعم، 42 شخصية أحضرت من ملفات هذه الشركات المتورطة نعم، في نعم، الاعتمادات المستندية المزورة. نعم. طيب سيد بن شرادة، ما هو تصوركم، تصور المؤتمر الوطني وخصوصا اللجنة المالية لوقف التلاعب بالاعتمادات المستندية وفي الاستيراد أيضا؟ هو ريت يعني بالنسبه للجنه الماليه عقدت عده اجتماعات وخاصه مع عده شركات وعده يعني رجال اعمال، والحقيقه كانت عده ورش دارت اللجنه الماليه بالخصوص، والحقيقه كان الهدف عاده الشكوى من رجال الاعمال هو ما ذكر وما 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 طلع وما ما استخرج من استخرج الان هو ديوان المحاسبه. هذه كانت شكاوي يعني كانت من قبل سنه ومن قبل 9 شهور، كانوا يحكوا بخصوص ان بالنسبه للمستنديه يعني يشكو في بعض رجال الاعمال، يقول لك اني اللي يجيب في البضاعه نقعد اوراقي تعطل حوالي 4 شهور، بينما اللي ما يجيبش في البضاعه كانت المعامله بتاعها وسير العمليه الاجرائيه تتم في ساعات.
بالنسبه للجنه الماليه يعني الان تحس ان الرقابه المشدده، المصاحبه سواء كان من ديوان المحاسبه او من اجراءات الاداريه، الرقابه اللي هي الرقابه اللي تخص الرقابه الاداريه كيسير عمليه الاجراءات. يعني هل يعني لا يوجد هناك تصور واضح مثلا في مراقبه المصارف التجاريه وغيرها؟ هو لا بد ان يعني يكون في تصور، وهو فيه طبعا بالنسبه للتشريعات والقوانين موجودات في مصر في ليبيا المركزي، وهذا واذا كان يحس على تطبيق هذه التشريعات والقوانين لا يوجد فيه فساد. ولكن الان للاسف يعني الفساد يعني عندنا نحن البشر، يعني بالنسبه للقوانين واللوائح المعمولين في المصارف المصارف هي اجراءات يعني ذات مدروسه ونحن ايضا مستعدين نحن اي تشريع بخصوص في خصوص المصرف المركزي او المصارف، نحن يعني جهه تشريعيه وحتى تعدل القانون حسب ان بحيث ما يكونش فيه هذه الاختلاسات او في ثغرات يعني في التشريعات. نعم. طيب سيد شليب، كيف تتابعون عمل ديوان المحاسبة في تعقب هذه التجاوزات وغيرها؟ وحقيقة مما لا شك فيه أن الديوان وخاصة بعد صدور القانون الأخير، قانون الخاص بالديوان المحاسبة، لاحظنا القيام بأداء مهامه وخاصة فيما يتعلق بالازدواجية في المرتبات ومن خلال الرقم الوطني، وقام بعمل اعتبره عمل ادى الى تقليص واهدار المال العام فيما يتعلق بصرف المرتبات المزدوجه، كذلك فيما يتعلق بتقرير. ولكن لنا ملاحظه حقيقه الامر ان الديوان من خلال تقريره في 2014 ذكر صراحه بان هناك تقصير من اداره الرقابه على المصارف في متابعه التحويلات الخارجيه التي تنفذها المصارف التجاريه في شكل اعتمادات وحوالات التي كما ذكر التقرير تجاوزت خلال عام 2014 مبلغ 26 مليار. هذا ما ذكر التقرير، وقدم هذا التقرير كما ذكرنا في شهر ابريل 2015. الحقيقة الامر عندما ذكر الديوان هذه الملاحظات بالتاكيد من خلال ارقام ومن خلال اطلاع وفحص ومراجعة. السؤال الحقيقة اللي نتسأله، لماذا لم تتم إجراءات يعني في تلك الفترة ومنذ اكتشاف هذه التجاوزات والمخالفات سواء من إدارة الرقابة على النقد أو من عند التحويلات الأجنبية، لماذا لم تكن هناك آلية عمل سريعة لوقف مثل هذا واتخاذ مثل القرار اللي تم اتخاذه من قبل الدول اللي هو القرار الأخير 314؟ هذه ملاحظة. أما فيما يتعلق بعمل بصفة عامة حسب ما نتابع في أداء الديوان، حقيقة يحتاج إلى يعني تقديم الشكر للعامل فيه، وأيضا يحتاج إلى مساندة الديوان سواء كان من الجهات التشريعية أو الجهات التنفيذية أو منظمات المجتمع المدني، وتفهم دوره الحقيقي وخاصة في المواضيع التي تطرح الآن. كما نعلم هناك مشكلة فيما يتعلق بالدقيق وغيره وغيره، هناك أسباب الديوان يقوم بها، ولكن عدم فهم الناس وعدم الوضوح قد يضع في موضع الاتهام وهو يكون حريصا. دعني أنتقل إلى السيد بن شرادة. سيد بن شرادة، هل أنتم في لجنة المالية مستعدون للتعديل في التشريعات قصد المساهمة في مكافحة يعني الفساد وهذه التجاوزات المالية؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد هذا صلب موضوع، هذا صلب عمل التشريعية، تعديل أي تشريعات تراها جهة التي تريد يعني تشرع أي قوانين أو بخصوصها. الجهة التشريعية هي جاهزة، ونتمنى احنا من بداية عامنا في المواطن العام فطالبنا عدة جهات بتعديل أو إنشاء أي تشريع يضمن سلامة وسير العملية في أي جهة نعم. طيب سيد الدايخ، هل رصدتم الخسائر التي تتكبدها الدولة على مستوى العملة الصعبة نتيجة هذه التلاعبات؟ هي في حقيقة الأمر كل مقدم في تقرير 2014، كل الخسائر والانخفاض الحاد في احتياطي النقد العام الذي يعاني منه مصرف ليبيا المركزي،
ولكن دعني أيضا أنطلق من حيث انتهى الأخ أو السيد مبروك شنيب في قضية أن يستلزم الأمر، لماذا هذا التأخير مثلا الذي يحصل من ديوان المحاسبة رغم أن التقرير قدم في أبريل 2014 ووردت هذه الملاحظات على الاعتمادات المستندية؟ نحن نعاني قليلا أو قل الشيء الكثير في قضية تجاوب كافة الجهات معنا، يعني نطلب دائما يعني من السادة في المؤتمر الوطني، والحقيقة أنهم ما قصروش وكذا، نطلب منهم دائما إسعافنا ومواكبة الحدث دائما بالتشريعات، وهذا أمر دائما يعني هم لم يقصروا فيه. قضية أخرى اللي هي قضية الحكومة والوزارات في الحكومة والجهات في الحكومة، نعم. قد عندما تعرض لنا قضية معينة، قضية فساد، قضايا معينة نبحث فيها، نبدأ في البحث فيها، فتخفى عدد كثير يعني من الإجراءات القادمة سيدة أو لا نجد. نعم، في الخطوة القادمة سيدة الدائخ، هل ستوحلون في الخطوات القادمة؟ نعم نعم، هل ستحيلون ملفات المتلاعبين على مكتب النائب العام أم أنه هناك إجراءات يعني قبلية؟ أختم معك هنا. نعم، يحال إلى مكتب المخالفات المالية بالديوان، ثم يحال بعد ذلك في شكل قضايا على النائب العام، ولكن ما نطلبه نحن من الجهات سواء التشريعية سواء الجهة التنفيذية الحكومة وغيرها أنها تقف معنا وتساندنا حتى بالإجراءات. يعني هذا الخطأ أو هذا التأخير الذي يحصل أحيانا، يحصل مثلا من ماذا؟ يحصل من الوضع الأمني في البلاد، أو يحصل من بسبب إخفاء بعض مثلا القرارات، بعض الرسائل لا تجدها على الإطلاق، نجد يعني بعض التلاعب يكون أيضا حتى من الجهات التنفيذية، ووظيفتنا هي ضبطها، ولكن نجد صعوبة أحيانا في تقصي المعلومة وفي جلبها، ولكن ندعو جميع الجهات التنفيذية للتعاون معنا في ديوان المحاسبة. شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. نشكر كل ضيوفنا كما معنا عبر الأقمار الصناعية مدير المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة أحمد الدايخ، عبر الهاتف من طرابلس نائب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني سعد بن شرادة، وأيضا عبر الأقمار الصناعية نائب رئيس مجلس إدارة ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد المبروك شنيب. تقبلوا تحياتي، أنا أزم علي، في أمان الله.